تدرس الحديث النبوي صحيح؟ نعم. من يذكر لي حديثا واحدا؟ نعم أخي. حديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. متفق عليه. جزاك الله خير ما شاء الله مع الترجمة بالكمبودي. جيد ما شاء الله بارك الله فيك.